وبين عواقب الأمطار وتصميم على تقديم الخدمات، رحب أهالي حي التأميم بقضاء بيجي بخطوات المحافظ إسماعيل الهلوب وقائم مقام القضاء محمد محمود الجبوري في مجال الإعمار وتأهيل البنى التحتية، مؤكدين أن الحي ينفض ركام الحرب والخراب من خلال تعبيد الطرق وإنارتها ومشاريع الصرف الصحي وغيرها من الإنجازات التي تخفف من معاناتهم اليومية والخدمية. الحمد لله، احنا المنطقة قبل والله مو زينة. حي التأميم، احنا حي التأميم قبل حي شاكم خرابة والشوارع وسخة وسيان، بس الحمد لله هسه بجهود الله وجهود السيد القيم مقام ومدير البلدية والمحافظ جزاهم الله خير والمسؤولين، والحمد لله كملوا شوارعنا من تبليط ومقرنص ومجاري وماء وإضاءة وكل شيء، وجزاهم الله خير والحمد لله وممنونين لهم. نود نشكر السيد المحافظ والسيد قائم مقام قضاء بيجي وحي التأميم انتمام إلى حي التأميم، وكانت المنطقة يعني منطقة يرثى لها أمانة الله، يعني كانت الشوارع ما تمشي والأحياء كانت وسخة ولا بلدية، والأطفال يروحون على المدارس يجون من المدارس، يعني حالتهم حياة صعبة. ونحمد الله ونشكره وعلى هالجهود الطيبة هذه، ونطمح للأفضل إن شاء الله، والأفضل والأفضل لعراقنا ومدينتنا مدينة بيجي. والله ما شاء الله تبارك الله، اقسم بالله يعني شيء كنا بالحلم ما نشوفه من تبليط ومجاري وماء وكهرباء جديده، والحمد لله والشكر. نشكر الله وان شاء الله دائما ان شاء الله دائما ان الامن والامان. كانت تفتقر لكثير شغلات، يعني من التبليط والرصيف والمجاري والمي والاناره. هسه حاليا الحمد لله، يعني شفت انا كنت تصوير الرصيف والتبليط، ونشكر جهود القيم مقام والمحافظ والبلدية.